ميديا.
الخير جميع، كيف حالكم؟ جانا دعوة كريمة من صديق ومن جار ومن خوي، ولبانا الدعوة، جينا مشرفين ومباركين، ومعنا رمز عطاء ومعنا هدية، وصلى الله على محمد. مرحبا مرحبا ومسهلا، الله يحييكم، حياكم الله، ويا مرحبا ويا مسهلا. يوم مالك رعان لك محزم، عزاك لي لازم ما يلزم، وسطك من جال الجال لو هو ورث هيلي يعلونه، لا 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 لو هو ورث هيلي يعلونه. عند الضيف اول وانعم، نصيتي يا خير من تزهم، اخاف وزنك ومكياله، طاب النسب كل مضمون، مرحبا. مرحبا ومسهلا، الله يحييكم تحية السيل، يا مرحبا، الله حيهم، يا مرحبا، حياكم الله، يا مرحبا، قلبك الله يحييكم. الله يبقيكم. مساكم الله بالخير، كيف الحال يا الربع؟ يا أبو سعد، جانا دعوة في زواج ولدك عيد، وجينا حاضرين، ولا نقول لك ما قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. جينا ومعنا عطاء، معنا مبلغ 4400 ريال، ما 3000 من عند العم عماني الدغش، وهناك هدايا بيقدمها أبو فيصل. وسلامتكم جميع. مرحبا، هيل حساب المطر، مرحبا حساب ما مشيتوا، مرحبا، عطاكم وافي وانتم وافين، ومرحبا عد ما مشيتوا، هدايا بيقدمها ابو فيصل. مرحبا مرحبا، مرحبا حساب ما مشيتوا، مرحبا هيل، بشت لك يا عيد وبشت لابو سعد. مرحبا مرحبا حسام، ما مشيت، ومرحبا هيل، تستاهلون، مرحبا بكم. ادراه ثم تهيا له، ادراه واغليه واصونه،
وخدمت اخوياي. جيناكم مشاركين ومباركين، ونقول لعريس هذه الليله بارك الله لك وبارك عليك وجمع ما بينكم في خير. معنا عطاء، والله يعطيك خيرا من عطانا. معنا 1500 ريال وبشتين، فاما ال 1500 فللعريس، واما البشتين فبشت الخالي عيد ابن جمحه وبشت الخالي محمد بن جمحه. وسلامتكم. مرحبا هيك، مرحبا حسام ما مشيتوا، مرحبا. مرحبا حسام ما مشيتوا. مرحبا مرحبا حسام ما مشيتوا، مرحبا هيك. وافين وعطاكم وافين. مرحبا ومسهلا، انتم وافين وعطاكم وافي. ويا مرحبا ويا مسهلا، تفضلوا. حياكم الله، يا مرحبا. مرحبا مرحبا. يا طيب الطاب من زال حاز المدايح على يوم مالك رعان لك ما احزم عزاك لي.
ارحبوا ارحبوا يا اخويا عيد، مرحبا بالمقدم هادي الشهراني اخويا مدير سجون بيشه وإدارة السجون عسير، مرحبا صاحب الحال، مرحبا بحييك ومرحبا بالمقدم هادي الشهراني زملائه، يا مرحبا حياكم الله. يا مرحبا ومسهلا. البقاء يا ابو مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. الله يمسيكم بالنور. ايش كله حاله؟ طيبين، جعلكم طيبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نسأل الله سبحانه أن يحفظ ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز ووليه الأمين. وسمو سيدي وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير. آمين يا رب العالمين. ازهموا الله وقولوا يا الله إن الله يغيثنا ويغيث البلاد بالأمطار. اللهم آمين. وإن الله يحرم هذا الوجيه على النار. اللهم آمين. وإن الله ينصر جنودنا المرابطين. اللهم آمين. جاءتنا دعوة غالية من أخ وخوي غالي. الله يحييكم. عيد ابن محمد القرني ونعم الخوي، علومه غالية. عليكم زود. الأول في كل درب، سيرته عطرة. معنا في الكبيرة وفي الصغيرة، كان داعي كرامة منه. والله يغفر لي أتكلم على من هو أكبر مني سن ومن هو أطيب مني في الكلام. مطلق وانت مطلق. حضرنا مباركين ونقول له ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. وجيناه برمز محبة ورمز غلا، مبلغ مالي وقدره 44,000. والله الذي لا إله إلا هو إن هذا المبلغ صحيح وإنه موجود في الكشوفات وإنه كان بنعده، لكن الثقة بيننا وبينكم. وفيه هدايا رمزية من بعض الأخوان يتقدمون بها، هذا ما جوب علمنا وسلامتكم. سلمت والله يحييكم ويا مرحبا ومسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزوجت يا أبو محمد الله يبارك لك في بشت للعم محمد ويعذرنا عليه إن حصل قصور، سلامت روسكم. تسلمون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا ومسهلا، والله يحييكم وانتوا أهل جميل ووافين وصف وافي وعطى وافي ولا قصرتوا، والله يحييكم تحت المطر. ولا جانا الأغلى، ولدنا غالي وانتم أغلى، ومجيكم يا لعندنا هنا مكسب كبير ما هو في المال. مرحبا ومسهلا. أتكلم باسم ربعي، هم أبلغ مني في الكلام ولكن قدموني، الله يطول أعمارهم وأعماركم، ويحملون الخسائر ويعطوني الجميلة. لكم بكرة واجب غدا، والغدا جاهز وشين عاد جاهز ومنتهي، ما عاد الا موافقتكم. والله يحييكم تحيه المطر وسلامه الجميع. سلمت من يسمع، انعم واكرم يا بلقل. لو يجي كل رجال من هذا الرجال وقبائله وراه اكرمته. وخيانا القرانيه قاموا لنا بمقام طيب وقد سبقوا في عزيمه الاولاد. تستاهلون. وانتم وياهم ترمون من حجر واحد وبيوتكم واحده وصحفتكم واحده، لكن والله العظيم انه ما يجينا للظروف اللي ورانا والارتباطات، والله ما يكتب لنا الكرامة اللي قام يشرحها ذلي. سلامتكم. سلمت والله يحييكم. مرحبا الوف. مرحبا الوف، يلا حيهم وافين وصف وافي، اعطاكم وافي، والله يحييكم تحايا المطر. مرحبا الوف، والله يقدرني على رد الجميل.
ارحبوا يا رجال ارحبوا مرحبا الالوف. معنا قصيده من الشاعر. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 لا. المقدم هادي محمد الشهراني قايد القوة وقايد صفوفها. ونعم لا 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 قايد صفوفها باسم قوة تجنبي شاه نسلم باسم قوتنا وباسم المقدمة. يا سلام الله على الحافلة والمرسام يا سلام يا هل الحافلة والمرسام. يا أهل صيت شايع في اليمن والشام يا دول بالقرن والله وسبع نعم. يا هل البلجيك والدرع والحزام يا النشامة يا لجاويد يا الكرام ويا الزميل الغالي يا المحترم يا عيد. حن حضرنا في لزومك وبالتأكيد لا تشيل الهم وانت خوينا ودام هادي بن محمد مديرنا. المقدم هادي محمد الشهراني قايد القوة وقايد صفوفها. قايد القوة باسم قوة تجنبي شاه نسلم باسم قوتنا وباسم المقدمة. يا سلام يا هل الحافلة والمرسام يا رجال صيتها في اليمن والشام يا دول بالقرن والله وسبع نعم. يا دول بالقرن والله وسبع نعم. سلمت يا ابو مشاري لا انت. يا دول بالقرن والله وسبع نعم. يا هل البلجيك والدرع والحزام يا النشامة يا لجاويد يا الكرام ويا الزميل المحترم عندنا يا عيد ويا الزميل الغالي المحترم يا عيد. حن حضرنا في لزومك وبالتأكيد لا تشيل الهم وانت خوينا ودام هادي بن محمد مديرنا. المقدم هادي محمد الشهراني قايد القوة وقايد صفوفها. وسلامتكم. سلامتوا والله يحييكم مرحبا ومسهلا. المعذرة يا ربعنا عندنا شعار. صلوا على النبي. عندنا شعار والله انكم تستاهلون الرد وتستاهلون المدح ولكن اعذرونا لظروف حصلت عندنا اليوم خاصة. وقلت والله يحييكم ويا مرحبا ومسهلا. تقدم يا محمد انت ولدك يا ولد. الجازل طبعي ومن هاجي عاد تلافى لا تحجاجي
يلا حيهم، يلا حيهم، مرحبا ومسهلا، الله يحييكم، حياكم الله، يا مرحبا ويا مسهلا، حياكم الله، يلا حيهم. الله يمسيكم بالخير. اولا نقول العريس بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير، الله يجعل زواج مبارك ويرزقهم الذرية الصالحة ويجمعنا دائما على خير. دعيتونا يا ربعنا ولا نعذر، حتى لو ما جانا دعوة انتم غالين والوصول مطلوب، جوكم ربعكم الموجودين. مرحبا ومسهلا. الصف 5000 ريال انكثرت، تستاهلون اكثر، وان قلت فلا يقل الغلا، وسلامة روسكم. سلمتوا، والله يحييكم ويا مرحبا، انتم وافين وعطاكم وافي، والله يحييكم تحية السيل، وجيتكم هي العطاء. الله يطول اعماركم. مرحبا ومسهلا. العريس الله يحييكم. العريس وابوه مع ضيفان من قبل. والناس مني يقولون هالدين وهالفروسية شجعان لا ثارت الهاية، الضيف يقلط على فاله والشر ولا يردونه. لا 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 والشر ولا يردونه. يا عيد يومك وهلالك وسعد في ميلة عقالك، من يعرفك يشرح باله مثلك وشرواك الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة العيون محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأبرار، أيها الكرام، جميعكم أعزاء آباء وأبناء، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، في حفل زواج الشاب عيد بن محمد بن سعد القرني، نقول له بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وكما تعودنا في هذه البلد المباركة المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين، بلاد السنة النبوية، مهبط الوحي والرسالة، أكرمنا الله جل في علاه بسلام العقيدة وبالعدل، وابتداء بمجلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، والديوان الملكي، والمناسبات الرسمية والعامة والخاصة. من كرم الله أننا نبدأ دائماً في كل بدايات بأعظم البدايات، ولا أعظم ولا أجل ولا أسمى، بأن نبدأ بآيات من الذكر الحكيم يتلوه الشيخ معيش بن سعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
جزاك الله خير على هذه التلاوة المباركة. حياكم الله جميعاً، مرحبا بجميع القبائل. لعلي أخرج عن رسمية الكلمة إلى مندوحة الفرح والسرور في هذه المناسبة، أدام الله علينا وعليكم الأفراح. مرحبا بجميع القبائل، مرحبا بجميع القطاعات الأمنية التي نشرفون في هذا المكان، مرحبا بإدارة سجون عسير ونخص إدارة سجن بيشة، ضباطاً وأفراد، مرحبا بكل من لف من جميع القبائل. حقيقة لا أريد أن أعدد قبيلة وأنسى أخرى، ولكن الترحيب بكم جميعاً كلام الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. والله لو استطعنا أن نفرش لكم الأرض ورداً لفعلنا. مرحبا بالجميع، مرحبا بالكبار والصغار، مرحبا بالوجهاء بالمشايخ. حقيقة يعجز اللسان عن ما نكل في قلوبنا لكم من محبة وتقدير وإجلال. بلقرن قبيلة غنية عن التعريف بشعرائها وأدبائها وعلمائها، ولكن نعتذر لجميع من شرفنا في هذا المكان عذراً إليكم، فما ضاعت مودتكم وما ارتضينا بغير الشوق عنوانا. حصل عندنا حالة وفاة، وهذه الدنيا نزول وارتحال وبين أفراح وإتراح. العم عايض بن مشار رحمه الله رحمة الأبرار وجميع موتى المسلمين، ولا حقيقة كان هنالك برنامج كامل معد ما بين شعر وأدب ونثر واستقبال ومنالوج وبعض المشاركات والألوان الشعبية، ولكن اكتفينا بأن نرحب بكم بأسمى معاني الترحيب، ونحمل لكم في قلوبنا الحب والإجلال، وتحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظراً حسناً كأنكم في ظلام الليل أقمار. مهما تحدثنا في هذا المساء ومهما تكلمنا، وسبقنا في هذا نائب القبيلة الشيخ سعد بن دخيل جزاه الله عنا خير الجزاء، وهو كفى ووفى حقيقة، ولكن أحببت أن أرحب بكم ترحيب خاص. الأمر الآخر، هنالك بعض المفاهيم الخاطئة وأحببت أن أوضح وأبين. ليس من الشرع ولا من العقيدة ولا من السنة جلب الحزن على الناس مهما حصل، وإنما ذلك من الشيطان. نحن في رخاء وفي شدة وفي نعم وفي بلاء يكون الإنسان شاكراً صابراً، ثم ألا تتحول المناسبة إلى مأتم يلغى ما فيه من الصخب ومن بعض الأشياء التي ليس لها داعي من شيلات أو من مبالغات أو مباهاة، ولكن الترحيب، قصيدة الحكمة، قصيدة الترحيب، الكلام الطيب، ذكر المولى جل في علاه، تحيا به الليالي وتحيا بها قلوب الناس وإظهار الفرح والسرور. ونحن نراعي ذوي المتوفي رحمه الله وأموات المسلمين جميعا، ولكن أحببت أن أرحب بكم وأن أبين هذا. إما أن يلغى الحفل كاملا، فهذه ليست من الشرع بشيء ولا من العرف ولا من المروءة، لأننا لا بد أن نظهر شيء من الفرح. بيض الله وجيهكم يا منسوبي سجن بيشة على قدومكم وعلى ما حملتم من أبيات، ونشكر الشاعر شكراً من صميم القلب شكراً. أحببنا أن نرحب بالجميع وحياكم الله، وأدام الله علينا وعليكم الأفراح، وأسأل الله أن يحفظ لنا بلدنا وأمننا وعقيدتنا وتوحيدنا، وأن يحفظ المرابطين من جنودنا ورجالاتنا البواسل على حد الجنوب وفي كل مكان في داخل هذه المملكة العربية السعودية، مملكة الإحسان والعطاء. أسأل الله جل في علاه أن يبارك للعريس وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يرزقهم الذرية الصالحة وجميع شباب المسلمين. وعذراً إن أطلت عليكم، فمرحباً بكم تراحيب المطر، وهذا ما أحببت أن أقوله، ولا ما في داخلي أكثر وأكثر. مرحباً تراحيب المطر، حياكم الله وبياكم، شرفتم المكان والزمان باسم بلقرن عامة وقبائل الصوب خاصة، وباسم والد العريس العم محمد بن سعد، حياكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله أن يجعلنا في ساعة مبروكة، إن على كل شيء قدير. نسأل الله أن يديم أفراحنا على مسره ومحبة ومسرات، إن على كل شيء قدير. يكفينا شرور الأشرار ومصائب الدنيا، إن على كل شيء قدير. دعيتنا يا أبو عيد، دعيت ربعك ولا لهم عذر في الوصول، وجاك ربعك وجاك بمعونة، والمعونة من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العلي القدير أن يوفق ابننا في زواجه، وأن يبني بيته على الطاعة، وأن يرزقه المال والبنون، وأن يصلح ما بينهم، أنه على كل شيء قدير. جاك ربعك بعطى 40,000 ريال، إن كثيرة بتستاهل، وهذا من فعلك بين ربعك وما تقدم إيدك، وإن قليل يكملها الغلاء والمحبة وسلامة الجميع. أقلطوا حياكم الله، مرحبا هيل، العشاء في الصالة وبرة، مرحبا هيل، قامت حظوظكم، مرحبا 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 ومسهلا بالجميع، مرحبا ومسهلا، الله يحييكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ألف ألف مبروك يا أبو محمد، والله يجعل بيتك عامر ويجعل البيت يصيب النصيب يا رب يا كريم. اللهم أمين، والله يبارك فيك يا أبو آسر وبيضان وجيه، ولا أنتم الله يبيض وجيهكم. ألف ألف مبروك يا أبو محمد، والله يطول عمرك ويجعل بيت الصيب والنصيب وعلى البركة إن شاء الله. ألف ألف مبروك يا أبو محمد، والله يحييك. الله أول شيء نبارك لك الزواج، وأنت جارنا الجديد في محافظة بيشة، وهذا ما يسعدنا ويزيد في رفقتنا الزايدة إن شاء الله، وتزيد فينا بالصالح، إن على كل شيء قدير.
والله يحفظك ويبيض وجهك ويستر عليكم ويكثر خيركم. أبارك لأخوي عيد بن محمد وألف مبروك الزواج وجعل بكرك ولد يا أبو محمد وألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبارك لأخوي عيد بن محمد حفله وزواجه الله يوفقه إن شاء الله ويسهل أمره. أبطينا عليه والله يسهل أمره. أنتم في الحضور وبيضان وجيه والله يبارك فيكم جميع وافين والله. ألف 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 مبروك يا أبو محمد والله يبني بيتك والله يسر أمور. ألف ألف مبروك يا أبو محمد والله يبني بيتك يجعل بيت الصيب والنصيب والحظ اللي ما يخيب ويجعل فالك ولد. ألف ألف مبروك يا أبو محمد والله يوفقك ويسر أمورك يا رب. اللهم أمين والله يبارك فيكم بيضان وجيه ولا أنتم. New Media.